هذه الزيارة التي أتت تتويجا بعمل استمر سنين في التجديد الأزهر الشريف لها دلالات قوية جدا، حيث توجت بحضور فخامة رئيس الجمهورية سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان. هذه الزيارة يقدرها الأزهر ويثمنها، وسيكتبها التاريخ بصدور من نور في حق الرجلين الكبيرين اللذين يعنيان عناية فائقة ببيوت الله عز وجل، وخاصة الأزهر الشريف الذي يمثل المنارة الفكرية في العالم والمدرسة الوسطية التي تهفو إليها نفوس طلاب العلم في العالم العربي والإسلامي بصفة عامة.